من المشاهد نت: ميليشيا الحوثي تمنع اليمنيين من لعبة عالمية. الصحافة الفرنسية تتهم الحزام الأمني بانتهاك القانون الدولي. وفي أخبارنا المنوعة: صورة واحدة هزت الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بكم. تحدد ميليشيا الحوثي للناس الواقعين تحت سيطرتها نوع أحاديثهم وكلماتهم المسموحة وحواراتهم، لكنها الآن تحدد أيضا ماذا يلعبون في هواتفهم الخلوية حيث عنون موقع المشاهد نت: جماعة الحوثي تحضر لعبة بوبجي. قال الموقع إن شركة يمن نت الحكومية المزود الوحيد لخدمة الإنترنت في مناطق سيطرة الحوثيين حضرت لعبة الأكشن الشهيرة البوبجي بعد انتشارها بشكل لافت وسط الشباب اليمني. قال مصدر في شركة يمن نت الحكومية للمشاهد إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الخاضعة لسيطرة الحوثيين أرسلت توجيهات للشركة بحظر لعبة بوبجي على المستخدمين في داخل اليمن بشكل نهائي. أشار المصدر إلى أن مبررات حظر اللعبة لحجم القتل المفرط في اللعبة وأثرها السلبي على سلوكيات المستخدمين من فئة الشباب والمراهقين. نطالع العنوان الأبرز في موقع مارب بريس، والذي علق: رئيس الحراك الوطني الجنوبي يعلن تشكيل فريق دولي لمقاضاة الزبيدي وبن بريك دوليا كمجرمي حرب، ويؤكد: بدأنا بجمع الأدلة. حيث أعلن رئيس الحراك الوطني الجنوبي الدكتور حسين اليافعي تشكيل فريق حقوقي من خبراء ومحامين لتوثيق جرائم ميليشيا الحزام الأمني الموالي للإمارات بحق أبناء المحافظات الشمالية، قال المتواجدين في عدن. وقال اليافعي: شكلنا فريقا من حقوقيين يمنيين وعرب وأجانب لتوثيق جرائم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات بحق الشماليين العزل في عدن. أكد رئيس الحراك الوطني أن الفريق سيرفع دعاوى قضائية ضد رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس وشلال وهاني بن بريك في دول أوروبية باعتبارهم مجرمي حرب، مؤكدا أنه في أول رحلة لهم للخارج سيتم ملاحقتهم قضائيا. وأضاف: تواصلت مع عدد من المحامين في ألمانيا وبريطانيا وأمريكا لرفع قضايا تطهير وتهجير قسري مناطقي وعنصري ضد هاني بن بريك، وقد بدأنا بجمع الأدلة والمعلومات لتوثيقها لن تمر جرائمهم. ودعا اليمنيين والناشطين لتدوين وحفظ كل أسماء المحرضين على ارتكاب جرائم عنصرية مناطقية في عدن، سواء أكان التحريض عبر تغريدات أو تسجيلات صوتية أو فيديو. وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة عدن أنه ينبغي أن يتوقف هذا الحديث والمن باحتضان يمنيين في يمنهم ووطنهم. أبناء المحافظات الجنوبية ليسوا لاجئين في الشمال، وأبناء المحافظات الشمالية ليسوا لاجئين في الجنوب. هذه بلدهم وليس ملكا للحوثي أو الانتقالي أو لمنطقة. عدن الحياة تواجه الموت. تحت هذا العنوان كتب أحمد ناصر حميدان مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور. عدن كغيرها من المدن التي فرض عليها العنف وسيطر عليها الموت كواقع حصد فيها بعد التحرير من الغزاة أكثر مما حصد في معركة التحرير، بعد أن فرض على أبنائها حمل السلاح للذود عن عدن وسطروا أروع الملاحم البطولية والصمود الأسطوري، هبوا متعطشين للحياة والبناء. لكن ثقافة الموت القادمة من خارج عدن وبدعم من خارج حدود الوطن أبت إلا أن تكون هي المسيطرة، مع توفر قواها وأدواتها التي غزت عدن بعد التحرير. والمؤسف أنها غزت عقول الشباب، شباب كانوا ضحية سنوات عاطلين عن العمل فاقدين لفرص تبديد طاقتهم المهنية ومهاراتهم، وفجأة تفتح أمامهم الحرب فرص مصدر للدخل. ملكاتها العنف ومهاراتها حمل السلاح وحصادها الموت،
فتصدرت المشهد العضلات وغاب العقل، وسيطرت ثقافة العنف والموت على الكثير، بل وامتهنها البعض منهم. مخطط جهنمي للسيطرة على الأمة باغتصاب عقلها ومنطقها بكم هائل من المغالطات والأكاذيب والإشاعات والتهويل والتغرير وتغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والمناطقية. تحول البعض منهم لأداة موت مواجهة بخطاب عنف وكراهية بغيضة. تحول العنف أداة عمل لها في مؤسساتها وكياناتها الطارئة وميليشياتها المدعومة بإعلام موجه ودعم لوجستي وسياسي من خارج البلد لهدف تدمير البلد والإنسان فيها لسنين قادمة. لم يعد الموت حالة طارئة، بل صناعة وأداة سياسية تعزز الخصومة الفاجرة لتغرق الأمة في ماضيها العفن في تصفية حسابات وحالة انتقام غير مسبوقة. موت اليوم يرافقه فرح الخصوم وحزن الأنصار، وصار هذيان البعض كراهية وأحقادا وعصبية. حتى في بيان الرثاء ورسائل العزاء لا تعبير لمصاب المدينة، تعبير واضح عن مكنونات العصبة والقرية. قتل في إب أحد عناصر ميليشيا الحوثي الذي عينته في منصب بالمحافظة، فجمعت سرية كاملة وأدخلتهم إلى السجن ويواجهون حكما بالإعدام، وعنون موقع الصحوانيت. ميليشيا الحوثي تودع 48 جنديا السجن المركزي سعيا لمحاكمتهم بتهم عقوبتها الإعدام. قالت مصادر مطلعة أن ميليشيا الحوثي أودعت الضباط والجنود في السجن المركزي بمدينة إب تمهيدا لمحاكمتهم بتهم أبرزها قتل القيادي الحوثي إسماعيل عبد القادر سفيان والمعين من قبل ميليشيا الحوثي وكيلا للمحافظة. واختطفت الميليشيا الحوثية الضباط والجنود نهاية يونيو الماضي وأودعتهم سجونا خاصة بها عقب هجوم لمسلحين قبليين بقيادة القيادي الحوثي لمبنى إدارة الأمن القديمة بشارع تعز بمدينة إب بهدف إخراج السجين جبريل محمد سفيان والمعين من قبل ميليشيا الحوثي مديرا لقسم شرطة 17 يوليو بمديرية الظهار، والذي أودع السجن بخلافات بين قيادات وأجنحة للميليشيا الحوثية في المحافظة بصراع حول النفوذ والمناصب والجبايات المالية وأراضي المواطنين. وتصدى الجنود والضباط للهجوم المسلح من قبل القيادي الحوثي وسقط في المواجهات قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي، بينهم قائد الهجوم والذي يعد من أبرز القيادات الحوثية في المحافظة. جنوب اليمن، الضحايا لا يكذبون. تحت هذا العنوان كتبت بشرى المقطري مقالها المنشور في صحيفة العرب الجديد. يصب مقتل قائد قوات الدعم والإسناد العميد منير اليافع في هذا التوقيت لصالح أطراف متعددة، بما في ذلك عودة الهجمات الإرهابية لتنظيم القاعدة في جنوب اليمن، إذ يبدو أن المجلس الانتقالي الجنوبي المنادي باستقلال جنوب اليمن عن الشمال والمدعوم من الإمارات حصل على فرصة ثمينة، ذلك أن مقتل هذا الرجل في الحادث الإرهابي الذي تبنته جماعة الحوثي أدى إلى تنصيب قائد عسكري جنوبي في قيادة اللواء أول في قوات الحزام الأمني في مدينة عدن أكثر ريدكالية من السابق وموال لها، وهو علي حيدر عسكر. ومن جهة ثانية استغلت قيادة المجلس الانتقالي الأحداث الإرهابية في مدينة عدن لإحداث وضع أمني جديد يتمثل بإغلاق المدينة أمام القادمين من المحافظات الشمالية بهدف تكريس الاستقلال وتضييق الخناق على السلطة الشرعية في معاشيق، ربما كغالبية الأحداث الدرامية التي شهدها اليمن طوال تاريخه من الصعب تقديم رواية ذات مصداقية، إذ قد نقع من دون أن ندري في شرك التأويلات التي قد تكون خاطئة، إذ إن تداخل الأحداث وتقاطع مصالح الأطراف المحلية والإقليمية في صنع دراما موت اليمنيين في ظل الحرب يجعلنا حذرين في الاعتقاد أن هناك مجرما واحدا،
ومع فداحة الأحداث الإرهابية التي عاصفت بمدينة عدن وأدت إلى مقتل أكثر من 50 جنديا وضابطا يمنيا وما ترتب عليه من تصاعد حدة العنف وتنامي الدعوات التحريضية المناطقية، إلا أن نسج تاريخ نزيه لليافعي يبدو محاولة بائسة لتزييف تاريخ عاشه اليمنيون حتى وإن كان بذريعة اذكروا محاسن موتاكم. فصدقية الموت وقداسيته لا تعنيان تبييض صفحة المنتهكين، فما يعرفه معظم اليمنيين هو أن هذا الرجل في مسيرته الأخيرة على الأرض كان مجرد زعيم ميليشاوي في سلسلة الترتيب الهرمي للميليشيات التي أنتجتها الحرب في اليمن، قفاز آخر للأيادي الإقليمية التي تتصارع على تقسيم اليمن ونهب ثرواته، ومنتهك محلي يضاف إلى آلاف المنتهكين المحليين والإقليميين الذين أجرموا بحق اليمنيين، وهو أيضا في ذاكرة ذوي المعتقلين والمخفيين قسرا اسم لا ينسى والضحايا لا يكذبون. الانتهاكات التي طالت العمال المنتمين إلى محافظات شمالية في عدن وصل صداها إلى الأمم المتحدة والصحافة العالمية، حيث تحدثت الصحافة الفرنسية عن هذه الانتهاكات وعنونت أبرز صحيفة فرنسية: الأمم المتحدة قلقة بشأن إساءة معاملة يمنيين شماليين في عدن، حيث نقلت صحيفة لوفيغارو تنديد المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بانتهاكات الشرطة في جنوب اليمن ضد اليمنيين من محافظات شمال البلاد. وقالت رافين شمدسان المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة: تلقينا من مصادر متعددة معلومات حول عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتهجير القسري والاعتداء البدني والنهب والتخريب من جانب الأمن ضد مئات الأشخاص المنحدرين من الشمال. وقالت إن هذه الأعمال ترتكبها وحدات من الحزم الأمني الذي شكلته الإمارات العربية المتحدة وهي عضو في التحالف الذي تقوده السعودية، والتي تتدخل في اليمن ضد المتمردين الحوثيين. وأضافت شمدسان: هناك تقارير تفيد بأن قوات الأمن فتشت الفنادق والمطاعم واعتقلت أشخاصا من الشمال ولا سيما في مدينة عدن. وذكرت المقاتلين بأن عمليات الاعتقال والتهجير القسري هذه تنتهك القانون الدولي. صورة واحدة هزت أمريكا وأعادت إليها جزءا من مأساة التاريخ، وعنونت شبكة البي بي سي: شرطة ولاية تكساس تعتذر عن جر رجل أسود بحبل بعد اعتقاله. قال الموقع إن شرطة ولاية تكساس الأمريكية اعتذرت عن صورة انتشرت لشرطيين أبيضين يركبان الخيل ويقودان رجلا أسود مكبل اليدين بحبل أدت إلى احتجاجات عبر الإنترنت. قال رئيس شرطة جالفستون فيرنون هيل إن الأسلوب مقبول في بعض السيناريوهات، لكن الضابطين لم يكونا موافقين في تصرفهما، لا توجد سوء نية فيما حدث، وأنه عدل إجراءات الإدارة كي تمنع استخدام هذا الأسلوب. واعتبر كثير من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي أن الصورة أثارت صورا لعصر العبودية. وأفاد بيان صحفي صادر عن إدارة شرطة جالفستون أن ضابطين من شرطة الخيالة اعتقلا دونالد نيلي بتهمة التعدي الجنائي. أضاف البيان أن الضابطين اقتادا نيلي إلى أحد منشآت الشرطة وأنه لم يكن مربوطا بالحبل، لكنه كان مقيد اليدين وقد ربط الحبل بالقيد. قال البيان: لقد غيرنا الإجراءات على الفور لمنع استخدام هذا الأسلوب، وسنراجع جميع التدريبات والإجراءات المستخدمة للوصول إلى طرق أكثر ملائمة. نهاية القرن الأسيوي. تحت هذا العنوان كتب مايكل أوسلين مقاله المنشور في موقع فورين بوليسي، وقد ترجمه علاء الدين أبو زينة وأعادت صحيفة الغدي نشره. كان الاضطراب الجيوسياسي في آسيا حاضراً منذ وقت طويل، وفي الواقع تم تجاهل نقاط الضعف في المنطقة لعقود من قبل أولئك الواثقين من أن الصين ستهيمن على العالم وأن المنطقة ستشرع في إظهار شعور مشترك بالقيم الأسيوية، وأن نفوذ الولايات المتحدة في طريقه إلى الأفول، وأن المستقبل العالمي سوف يتحدد في بكين ونيودلهي أكثر مما سيتحدد في واشنطن، ولكن تحت المدن الجديدة المتحدة
المتلألئة في المنطقة كانت أسس صعودها تبدأ بالتصدع مسبقاً. ليس الاقتصاد سوى جزء من المشكلة فحسب، وتكشف محاولات الصين المستمرة للضغط على ديمقراطيات هونغ كونغ وتايوان عن مدى هشاشة الاستقرار السياسي في المنطقة. وحتى الديمقراطيات في آسيا تبحر بدورها في مياه خطرة، كما أن المعركة العالمية على الحريات المدنية تتجه نحو قدر أكبر من السيطرة الحكومية جزئياً من خلال الإتقان الصيني حد الكمال لتطوير أنظمة المراقبة عالية التقنية التي تحرص على تصديرها حتى إلى الديمقراطيات الغربية، على العكس من الرأي الشائع بأن المستقبل لن يكون أسيوياً. وتشير الكثير من المؤشرات الرئيسية في المنطقة حالياً في الاتجاه الخاطئ في مواجهة المشاكل العميقة والدائمة سوف تناضل شعوب آسيا من أجل خلق حياة أفضل، وستجد الحكومات أن قدراتها تعاني من الإرهاق بسبب نقاط الضعف الهيكلية والنزاعات الدبلوماسية. على المدى الطويل سوف تشهد آسيا صعوداً وهبوطاً في النمو وفترات متناوبة في التعاون والأزمة تماماً مثل أي مكان آخر. وبعيداً عن كونها الزعماء العالميين الوحيدين، سوف تبحث الحكومات والشركات الآسيوية بشغف عن أفكار وإصلاحات جديدة في المناطق الأكثر نجاحاً في بقية العالم. ومع ذلك من خلال مواجهة الرياح السائدة يمكن للولايات المتحدة أن تلعب دوراً رئيسياً في تشكيل مستقبل آسيا وتوجيهه نحو مزيد من الانفتاح والاستقرار والعمل مع الشركاء الراغبين وملايين الأشخاص الذين يتطلعون إلى منطقة أكثر حرية وازدهاراً. في صحيفة الغارديان ركز تقرير عن تبادل الاتهامات بين رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية الحالي والسابق، وعنونت الصحيفة ترامب وأوباما في حرب كلامية بعد إطلاق نار جماعي. إذ انتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في مقال له الرئيس دونالد ترامب بسبب إذكاء روح العنصرية في خطاباته، والتي من وجهة نظره كانت من دوافع حوادث إطلاق النار الأخيرة في الولايات المتحدة. وكتب أوباما وفق التقرير الذي ترجمته البي بي سي: نحن لسنا عاجزين، وإذا لم نقف جميعا ونطالب بمحاسبة المسؤولين علنا لتغيير قوانين حيازة السلاح في بلدنا فإن الحوادث المؤلمة ستستمر. ودعا أوباما إلى رفض القادة الذين يشيطنون أولئك الذين لا يشبهوننا أو يقولون أن الآخرين بمن فيهم المهاجرون يشكلون خطرا على طريقة حياتنا أو يشيرون إلى الآخرين على أنهم دون البشر. أضاف أن مثل هذه اللغة هي السبب في الكثير من مآسي البشرية ولا مكان لها في سياستنا وحياتنا العامة. أضاف أن المحققين عثروا على منشورات عنصرية معادية للمهاجرين كتبها منفذ هجوم الباسو تتضمن اقتباسات من كلام سابق لترامب. في صحيفة الفاينانشنال تايمز كتبت إيمي كازمن مقالا بعنوان الهند تعيد فتح الجروح القديمة في كشمير، إذ يقول بهارتيا جناتا حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن القوانين الجديدة ستقفز بإقليم كشمير وجامو إلى العصر الحديث، بينما يقول السكان المحليون أن هناك دوافع خفية وراءها. تشير الكاتبة إلى أن إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي والتي تعطي للإقليم وضعا خاصا بحسب اتفاق أكتوبر 1947، بحيث يسمح لنيو دلهي بالتحكم في دفاع وعلاقات الإقليم الخارجية والاتصالات في حين يحتفظ الإقليم بالحكم الذاتي في القضايا الأخرى. حزب بهاراتيا جناتا يعتقد منذ فترة طويلة بأن جذر الاضطرابات الطويلة الأمد في الإقليم هو وضعه الخاص الذي يقول أنه عطل الاستثمار وخلق فرص العمل وأدى إلى إدارة غير فعالة وفاسدة وسبب اليأس الذي يغذي اضطرابات الشباب. لكن السياسيين الكشميريين يجادلون كما تقول الكاتبة بأن المشكلة الأكبر في المنطقة ليست في وضعها الخاص بل في الوجود العسكري الساحق للهند والروتين القاتل الذي يؤدي إلى احتكاك مستمر، وأن السبب الرئيسي لإلغاء وضع الإقليم هو لتعبيد الطريق لتغيير ديموغرافي في المنطقة وفتح الإقليم للاستيطان.
تقارب إماراتي إيراني، قراءة في طبيعة علاقات أبو ظبي والرياض. تحت هذا العنوان كتب رائد الحامد مقاله في صحيفة الاستقلال. قد تجد الإمارات ما يكفي من المبررات لتنفيذ انسحاب كامل من اليمن في ظل قناعات ترى استحالة الحسم العسكري، وأنه ليس الخيار الوحيد المتاح أمام قيادة قوات التحالف العربي من وجهة نظر الإمارات، وقد لا تكون ذاتها وجهة النظر السعودية التي يحكمها عامل الجوار الجغرافي مع المناطق اليمنية التي يشكل فيها الحوثيون الكثافة السكانية الغالبة، وما يشكله هذا من تهديد مزمن على الأمن والاستقرار للمناطق والمدن الحدودية السعودية. في واقع الانتشار العسكري، فإن دولة الإمارات ركزت وجودها على جنوب اليمن، وشكلت المزيد من القوات الموالية لها من أبناء جنوب اليمن ضمن إدارات مستقلة عن الحكومة اليمنية التي تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة لها، بينما تركز القوات السعودية على المناطق الشمالية في مواجهة مباشرة مع قوات الحوثيين. قد يعطي الانسحاب الإماراتي من اليمن واللقاء بين وفدي الإمارات وإيران فرصة لظهور الخلافات مع السعودية على نطاق أكثر وضوحاً، إلا أن ذلك لا يعني احتمالات تعرض التحالف الوثيق بين البلدين للخطر في ظل ما يواجهانه من تهديدات إيرانية مشتركة وتهديدات أخرى من الجماعات الحليفة لإيران. تبنت الإمارات بمفردها سياسة الانتقال في اليمن من استراتيجية الحسم العسكري إلى السلام عبر تسوية سياسية لإدراكها باستحالة الحسم العسكري، وهو ما تدركه السعودية أيضا. لا شك في أن الانسحاب الإماراتي من اليمن سيترك المملكة العربية السعودية في حالة مواجهة مباشرة مع جماعة الحوثي في اليمن، وتحميلها وحدها مسؤولية الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن إلى جانب جماعة الحوثي التي هي الأخرى تتحمل جزءا منها بحسب تقارير الأمم المتحدة. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الجارديان البريطانية، والتي وثقت عددا من الأحداث من مناطق مختلفة حول العالم. نتابع. رسامو الكاريكاتير يمتلكون وجهة نظر خاصة في قراءة الأحداث واتخاذ المواقف منها. مجموعة من هذه الرسوم نستعرضها في جولتنا التالية. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله. إلى اللقاء.